بالرغم انه ما تريدين تعلقين على موضوع اقاله السيد شاخوان، لكن من ضمن ايضا وجود السيد المشهداني اليوم انه حتى الدكتور شاخوان هو اليوم ليس اليوم الكتله السياسيه متفقه على اقاله السيد شاخوان. اتفقت اليوم للدخول على جلسه التصويت. انا احكي عن الكتله السنيه معينه. اي لا يوجد هناك اتفاق على إقالة الدكتور شاخوان، هناك تواقيع من قبل كتلة واحدة وأضيف إليها بعض النواب الممتعضين قد يكونون يعني من الوضع السياسي، لكن بالنهاية الدكتور شاخوان لم يأتي من قبل كتلة معينة لتستطيع أن تقيله.